بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مجددا نعاودكم اللقاء وحلقة جديدة نتحدث من خلالها عن الشباب ودوره الفعال. وفي بداية اللقاء اسمحوا لي أن أتقدم بخالص التهاني إلى شعب مصر العظيم وقواته المسلحة الباسلة، وعلى رأسهم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بانتصارات أكتوبر المجيد. ومن هنا ومن جنوب الصعيد وفي قرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنة محافظة قنا، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ وليد أحمد مختار، شاب طموح شغوف بالحياة الخدمية للناس والمواطنين. أهلا بك أستاذ وليد. أهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي لحضرتك وشرفتونا، تحياتي لقناتكم الموقرة الصحة والجمال وبرنامج حضرتك المحترم. شكرا. وجميع أسرة البرنامج وفريق الإعداد لهم منا من محافظة قنا بالنيابة عن محافظة قنا كلها، أنا برحب بيهم يعني. أشكرك يا فندم. أهلا أهلا بحضرتك. ربنا يخليك. شرفتونا. شكرا. ممكن تكلمني عن دور الدولة تجاه الشباب؟ والله دور الدولة تجاه الشباب يعني ده ظاهر بشكل كبير من خلال تبني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. نعم. واهتمامه بشكل بالغ بالشباب. بالضبط. من خلال مؤتمرات مؤتمر شباب العالم، مؤتمر شباب العالم، مؤتمرات الشباب المستمرة، دورات إعداد القادة، برنامج رئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والعمل السياسي. نعم. برنامج رئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. نعم. ودي كلها تحت إشراف سيادة الرئيس شخصيا. بالضبط، هو بيدعم الحاجات دي ودعم الشباب. أكيد أكيد طبعا. السيد الرئيس برضو حاسس بمعاناة الشباب، وخصوصا في فترة من فترة الثورة، أن ثورة 25 يناير اللي عملها الشباب. نعم. وعملها للشباب، عملها عشان إحساسه ومعاناته وأنه أرهقته ظروف الحياة برضه، يعني هو مش عارف، يعني عايز يكون أسرة، عايز يتجوز، عايز يشتغل، الظروف ما كانتش مهيئة ليه. نعم. استغلوا أصحاب الفكر، أصحاب الفكر السياسي، أصحاب الفكر الهدام. نعم. استغل الشباب واستغل نقاط ضعف الشباب. بالزبط. في أنه هو يوجه الشباب ده، ان هو يوجهه للفوضى. نعم. لكن في ظل الوقت اللي احنا فيه المحاولات دي كلها فشلت، لانه الشباب اصبح عنده وعي. بالظبط. اصبح عنده ثقة في قيادته السياسية. نعم. اصبح عنده ثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصبح عنده ثقة في الجيش المصري. الجيش المصري في حرب في سيناء. نعم. حرب في سيناء كل يوم بيموت شباب من ضباط الشرطة والقوات المسلحة والمجندين والأفراد ومجندين. نعم. وعمليات إرهابية بتستهدف أمن الوطن وسلامة المواطن المصري. نعم. والأمن القومي المصري. وبعدين سيادة الرئيس بنفسه يعني من كامل دعمه للشباب إن هو بيحضر المؤتمرات دي بشخصه. أكيد طبعا. مش ما يبعت نائب معاه أو حد مطرحه، بكون شخصيا ذات لما تمثله من أهمية قصوى لدى سيادته. أستاذ وليد، كلمني عن الشباب ودوره في المشاركة السياسية. هنشيل. والله دور الشباب في المشاركة في الحياة السياسية، أنه حاليا أصبح الشباب عنده وعي بكيفية المشاركة في الحياة السياسية والعمل السياسي، وده بسبب اتجاه الدولة للاهتمام بالشباب، وخاصة ان هو اصبح على وعي ان هو يقدر يستطيع تقييم النائب
والمرشح اللي يمثله في البرلمان، ولكن محافظة قنا بين المطرقة والسندان في أفكار ونزعات قبلية كانت موجودة، أصبح الشباب دلوقتي يتغاضى عنها. من خلال مشاركة الشباب في الحياة السياسية أصبح الشباب عنده القدرة أنه هو يخوض انتخابات البرلمان بشقيه، بغرفتيه، النواب والشيوخ، وأصبح قادر على المشاركة في انتخابات المحليات لمساندة الدولة وترسيخ فكرة الاستقرار والمطالبة بحقوق المواطن البسيط في القرية وفي الناجع وفي الحي وعلى مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية. وأنا من خلال موقعي الحالي كأمين للشؤون البرلمانية والمحليات باتحاد الريف، اتحاد شباب الريف والقبائل العربية، في شخصية محترمة الأستاذ علاء عيد المنسق العام لمحافظة قنا، تم طرح فكرة ان احنا نستهدف مجموعة معينة من الشباب من ابناء محافظة قنا، يتم عمل دورات تدريبية لهم ودورات تدريبية في أكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشكيل فريق عمل تحت قيادة المستشار عيد العقاري الأمين العام للاتحاد على مستوى الجمهورية، بنقدم ليه كل التحية والتقدير ومساندته برضه بجانب الشباب، شباب قنا وأهل قنا، وترحيبه بالفكرة. وهو برضه يعني تشكيل فريق عمل، تشكيل فريق عمل من أبناء قنا يكون على وعي كافي بعمل بتكوين آلية، الآلية دي هيتم حصر مشاكل المحافظة، مشاكل المواطن، في حاجات بتبقى الشباب أقرب ليها وملموسة بالنسبة له، ويعرف يتم حصرها ويعرف إزاي يتواصل معها، ولأنها في بعض الأشياء الخدمية بتبقى مرتبطة بخطة الدولة ممكن ما يتمش تنفيذها في الوقت الحالي، لكن يكون تنفيذها في وقت بعد سنة قادمة أو بتاع، لكن فكرة الشباب، فكرة الشباب ووعيه السياسي بكده هو هينقل الصورة للشارع وللمواطن البسيط وأهله في القرية وفي المحافظة. المفروض الشباب يعني أن هو يقتحم الانتخابات المحليات. أكيد طبعا. المحليات. أكيد طبعا. هو زي ما ده ندعى عليه به السيد الرئيس الجمهورية أن هم يكون لهم دور فعال سواء في الحياة السياسية من ناحية الحياة البرلمانية كمجلس النواب أو المجالس المحلية مجلس المحلي المحافظة أو المجلس المركزي أو القروي. يا فندم أنا بأؤكد لحضرتك أنه البرلمان القادم بشقيه سواء الشيوخ أو النواب أو المحليات أو المجالس المحلية لن يكون نائب ممثل للشعب في الفترة القادمة إلا من كان له خدمات ملموسة في الشارع. تمام. الشارع المصري ويحظى بقبول الشارع المصري وله خدمات ملموسه في الشارع. بس احنا برضه نتمنى المزيد من تقدم من الشباب. الشباب زي ما هو نادى فيه فخامه الرئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي ودعمه الكامل ليه والمؤتمرات والامور دي كلها حتى نعد قاده وسياسيين واعضاء جميعهم من الشباب. الدور ما ينفعش ان احنا نحمل القياده السياسيه جميع، لازم احنا نشارك، لازم احنا نشارك ونساهم مع القياده السياسيه في تاهيل الشباب. انا في قنا من خلال موقع معين او كمثلا كوزاره الثقافه، كمراكز الشباب والرياضه، وزاره الشباب والرياضه انها بتعمل دورات تدريبيه وتثقيفيه لزياده وعي الشباب، ودورهم في المشاركة السياسية في المحليات وفي المجالس النيابية. نعم. وبتعمل على إعداد قادة، إعداد قادة يكونوا قادرين على النهوض بالوطن. أستاذ وليد، هل من دور للشباب في ضبط الأسعار؟ والله حضرتك الشباب أكيد طبعا الشباب ليه دور في ضبط الأسعار. انا شخصيا تبنيت مبادره تحت يعني اشراف تضامن معايا والدي نائب احمد مختار في رعايه هذه المبادره، وهي ضبط سعر اللحوم. نعم. ومن خلال هذه المبادره بدانا من قريتنا من هنا فوق جبلي بالتواصل مع من اصحاب الضمائر الحيه وناس اهل الخبره، بنسالهم اسعار الماشيه
يعني ثمنها رخيص وسعر اللحمه غالي، يعني سعر اللحمه عندنا بيتباع ب 130. فحضرتك يعني اسعار الماشيه في تفاوت بين اسعار الماشيه واسعار اللحوم. اللي فهمته من كده انه لو الجزار باع كيلو اللحمه ب 80 جنيه يبقى هو كسبان، لكن على الرغم من كده هو متمسك بنفس السعر ومش عايز ينزل. المشكله دي تم طرحها يعني كتير، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الشباب، وفي حمله تمت فعلا انه مقاطعه اللحمه. بس مقاطعه اللحمه دي ما كانتش ليها دور ايجابي، كان لها دور سلبي، والناس طبعا مش هتقدر تستغنى عن، لازم الناس بتاكل لحمه. فاحنا فكرنا فكره جديده بحيث ان احنا نثبت السعر، نعمل تنافسيه في السوق. التنافسيه عباره عن ايه؟ عن ان احنا نشتري العجول دي ونجيب الجزار وندبح بسعر 80. اصبح المواطن عايز يشتري كيلو اللحمه هيجي يشتري ب 80، واللحمه دي العجول دي بالعجول البلدي، عجول لحم بلدي. ف من خلال الكلام ده تم تنفيذ وتثبيت السعر، اصبح في منافسه في السوق. في جزار بيبيع ب 80 وباقي الجزارين بيبيعوا ب 130. غصبا عنه التزم بسعر ال 80. في ناس تواصلت معانا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل وتليفونات، ازاي نفذتوا المبادره دي؟ احنا عايزين ننفذها عندنا. بدانا بالبندر. كان اول من تضامن معنا في الفكره دي الاستاذ احمد كامل المحامي، والحاج عبد الباسط حامد الانصاري راجل محب للخير وتضامن معنا ذاتي فيما يخص بندر دشنا. وتم تطبيق الفكره فعلا، وجابوا جزارين ودعمونا بصراحه وكده، اصبحت يعني الفكره يعني قائمه بالفعل. بعدها التزم مركز دشنا كله، التزم مركز دشنا كله بسعر ال 80. نعم. بدأت ناس من محافظات تانية تتصل بينا، من سوهاج ومن أسوان ومراكز تانية برضو، تمام، وشباب وملتقيات بتتواصل معنا عشان تعمل الفكرة وتتواصل وتنفذها. يعني نجا حمادي ايه دورها في الموضوع ده؟ هل كنجا حمادي؟ والله نجا حمادي في شباب كتير تواصلوا معنا، كان من ضمن الشباب، كان في ملتقى شباب نجا حمادي الحديث، وبعض الشباب محترمين تواصلوا معانا، وكان في نقاشات ان هم عايزين ينفذوا الفكره ويعملوا المبادره. نعم. تمام. وبعض الساده النواب زي اللي هو خالد خلف الله بدا فعلا بتنفيذ الفكره بقريه هي، وجاب عجل وجزار ودبح على سعر 80 على علشان محاوله منه يثبت السعر برضه. يعني كل التحيه والاحترام ليه. والله استاذ وليد برضه مقاطعه لكلام حضرتك، يعني برضه وانا أضم صوت حضرتك وأقدم كامل الشكر والتقدير للست اللواء خالد خلف الله. ده راجل شغال جدا عندنا في نجا حمادي، وراجل مشهود له بالنشاط والحيوية والخدمات العامة كتيرة جدا. وبرضه تواصل معنا حضرتك، كان في بعض الشباب، المهندس بهاء هاشم، الأستاذ محمد عبد القادر، والأستاذ ماجد، والأستاذ جمعة، شباب محترم وتواصلوا معانا وعايزين ننفذ الفكره. اللواء نبيل تواصل معانا، اللواء نبيل بخيت تواصل معانا عايز مرحب برضو بالفكره. نعم. الاستاذ محمود الكلحي كلمني مباشره وعايز ينفذ الفكره عنده. شباب محترم وعايز، خايف على مصلحه البلد، وعايز يعمل اي حاجه لصالح المواطن. بنقدم لهم الشكر لتضامنهم معانا وتنفيذ الفكره. أستاذ وليد، كيف تبلورت فكرة هذه المبادرة؟ بداية الفكرة كانت فكرتي أنا ومجموعة من الشباب، وتبناها شخصيا والدي النائب أحمد مختار، ودعمنا بشكل كبير، وهو جنب الدور الأكبر في التواصل مع المسؤولين لتبني هذه المبادرة وتعميمها وتنفيذها على أرض الواقع. أستاذ وليد، لما بنتكلم عن التنمية يبقى لابد ان نتطرق الى التعليم والصحه ومياه الشرب والصرف الصحي. حضرتك واحنا كنا قبل التسجيل كنت تتكلم ان هناك عقبات او بعض الاشياء في مياه الشرب والصرف الصحي. والله حضرتك انا يعني اتطلع من خلال منبركم الموقر. نعم. الاعلام الموقر ان انا اقدم حلول. نعم. مش عايزين نظهر سلبيات من غير ما نقدم او يبان لنا دور
في تقديم الحلول. نعم. بالنسبة مثلا لمشكلة مياه الشرب، مشكلة مياه الشرب دي بتعاني منها محافظة جنة، وفي مراكز معينة بعينها بتعاني من المشكلة دي. ممكن تكون الحلول دي في حاجة بسيطة أو حل مؤقت بتركيب بوسترات. نعم. الأماكن اللي بتوصلهاش المية في حاجة اسمها بوستر، البوستر ده عبارة عن مواتير تغذية بتسحب من الخطوط الرئيسية وبتعمل ضخ للمناطق اللي بعدها. تقوية. الناس بدل ما بتروح وبتعاني من مشكلة المية، نعمل نفعل الحلول المؤقتة دي لحين تنفيذ محطات جديدة، لحين إصلاح المنظومة، لحين إحلال وتجديد شبكات القديمة وكده. نعم. يعني نعم، ده فندم من ضمن الحلول اللي نعم. أنا بقدمها يعني وبناشد بها القيادة السياسية، أو بناشد بها السيد رئيس الوزراء بأن هو يتم تبنيها يعني. نعم، وإحنا برضو خلينا صراحة زي ما تعودناها دايما من فخامة الرئيس، ليس لدينا العصا السحرية، مشكلات كثيرة جدا ومواردنا على كدها. فنحن دكتور يعني مش عاوزين نعمل أمور وردية، لابد أن الشعب والمواطن يعرف أن احنا حاليا في عنق الزجاجة، وإن شاء الله بكرة هيكون أحسن. وأنا برضو بأضم صوتي للأستاذ وليد، ونتمنى انه يعني جميع المشاريع وبأخص مياه الشرب والصرف الصحي نحبلها طويله شويه، انه تسند الى الاداره الهندسيه للقوات المسلحه. الجهاز ده نثق فيه زي ما انت قلت لي الفكره دي يا فندم. مشكله الصرف الصحي، الصرف الصحي جميع الساده النواب على مستوى المحافظه او على المجلس النواب عموما، ما فيش دايره ما بتعانيش من مشكله الصرف الصحي. بالزبط. لكن احنا عندنا ثقة في القوات المسلحة، اي مشروع بتقوم به بتنفذه على اكمل وجه. فاحنا بنتمنى وبنناشد ان يكون اسناد مشروع ملف الصرف الصحي للقوات المسلحة. بالظبط. في مشكلة برضو تاني احب ان انا اتطرق ليها، يعني مشكلة فاتورة الكهرباء. نعم. فاتورة الكهرباء حالي احنا من حوالي 4 سنين او 5 سنين، وفي ظل الفترة اللي مرت بها البلد من ايام الثورة من 25 يناير لحد دلوقتي، واحنا كنا بنعاني من انقطاع الكهرباء، من ضعف المحولات، من ضعف محطات الكهرباء، من عدم استكمال المعدات. احنا اصبحنا دلوقتي بفضل القيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطوير المحطات، انشاء محطات جديده، اصبحنا بنصدر الكهرباء دلوقتي. فمن خلال قناتكم الموقره بناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض شريحه الكهرباء، مراعاه لظروف المواطن المصري ومراعاه للمزارع ابن جنة، المزارع من والفقراء من ابناء محافظه جنة، لانه المزارع ده ملهوش دخل يومي، ملهوش دخل شهري، ده بيزرع محصول سنوي وبيتم توريده واستلام المحصول ويتم تحصيل المحصول بتاعه والمقابل النقدي بتاعه سنوي، وما بيقدرش يجابه الاسعار، اسعار الغلاء الكهرباء دلوقتي. فاحنا من بعد الانجاز العظيم في محطات الكهرباء دلوقتي من ناشد القياده السياسيه بتبني فكره تخفيض سعر فاتوره الكهرباء للمواطن المصري. استاذ وليد، هل من مبادرات اخرى تخدم المواطن لديكم؟ والله حضرتك المبادرات في شقين. نعم. الشق الاول مبادرات تم تنفيذها فعلا. تمام. ومبادره ثانيه لسه احنا بصدد تنفيذها. تمام. المبادرات اللي تم تنفيذها، احنا يعني شعرنا ان اسعار اجره المواصلات غاليه على الناس. نعم. فعرضت الفكره على والدي النائب احمد مختار، وتوجهنا وكتبنا طلب للسيد مدير عام فرع نجا حمادي، الاستاذ وحيد عبد العظيم. نعم. وحيد عبد العظيم مدير عام شركه اتوبيس في نجا حمادي. نعم. وتفضل مشكورا بالموافقه على تشغيل اتوبيس، خط الاتوبيس من نجا حمادي لدشنا لجنة. نعم.
بحيث ان هو يعني من خلال الخط ده هيتم عمل محطات على جميع القرى في هذا الخط. نعم. لخدمة الطلبة والموظفين وطلبة المدارس والأطفال والمواطن العادي. تمام. وبسعر مخفض عن أجرة السيارات الأجرة يعني. والله يا أستاذ وليد برضو احنا كبرنامج مع النجمي مع نضم صوتنا لحضرتك ونشكر الأستاذ وحيد عبد العظيم سليم مدير عام فرع أتوبيس نجاح حمادي، له منا خالص الحب والتقدير. الراجل ده نشيط والراجل ده بيشتغل وأنا أعرفه من بدري، وهو دايما يعني ينحاز للعمل أكثر من أي شيء، وده ده يعني ده من كلام حضرتك ان هو مظبوط. مظبوط. هو اتمنى رحب ترحيب غير عادي بالمبادره بصراحه. وساعدنا ووافق على الموضوع يعني. وكمان حضرتك في مبادره ثاني بحيث ان احنا اقرب ماكينات صراف الي نعم عندنا في دشنا وتبعد عن قريتنا حوالي 8 كيلو. نعم. ففكرنا في فكره ان احنا نجيب ماكينات الصراف الالي في مقر الوحده المحليه في أبو جبلي. نعم. واللي ساعدنا في كده واللي بنقدم له الشكر من خلال البرنامج حضراتكم الاستاذ عبد الراضي عربي. نعم. رئيس مدينه دشنه. نعم. والاستاذ حافظ محمود حافظ رئيس قريه في أبو جبلي. لانهم برضه بنشكرهم هم الاثنين. بنشكرهم لانهم هم رحبوا بالفكره وادونا الموافقات اللازمه ومن حرصهم على خدمة أهالي فاو جبلي والقرى التابعة لمجلس قروي فاو كلها. دي اللي هي المبادرات اللي هي بالفعل على أرض الواقع. تم تنفيذها على أرض الواقع وتم العقود. المبادرات اللي هي جاري العمل فيها. اللي جاري العمل فيها حضرتك تواصل معايا أحد الناس محترمين وصحفي محترم. نعم. ورجل أعمال محترم برضه. نعم. من سوهاج وناس يعني تبنوا فكرة إنه هم شغالين في الأسماك يعني أو عندهم فكرة عن الأسماك. نعم. عجبتهم فكرة اللحوم وتواصلوا معنا وعرضوا أفكارهم. نعم. فبسؤالهم يعني سألونا أنتوا سعر كيلو السمك عندكم بكام؟ فإحنا يعني من 30 ل 35. قال لي إزاي ده إحنا بندي التاجر ب 15 جنيه الكيلو. نعم. اللي هو البلطي، السمك البلطي اللي هو في حجم كفة الإيد وأصغر، بيديه هو جملة بيجيبه من بحيرة ناصر بيوزعوا على التجار. نعم. بيديه بسعر 15 كيلو. تمام. وقال لو انتم هتساهموا في المبادره انا هديهولكم ب 12 جنيه للكيلو. تمام. فاحنا بصدد بس نتباع للمواطن بسعر التكلفه. بالظبط بالظبط. احنا في تجار شغاله في السوق، احنا مش عايزين نقطع عيش الناس دي، في معاهم اسر ومعاهم اطفال وعليهم اعباء، فاحنا بنناشدهم هم بتخفيض سعر كيلو السمك. بدل من ال 30 وال 35 لو ب 20 جنيه يبقى سعر مناسب خالص للمواطن. فهناك هامش ربح 15 جنيه 5 جنيه برضه. وهامش ربح للتاجر نفسه يعني للتاجر نفسه، لكن في حاله رفضهم لكن في حاله رفض التجار في حاله رفض التجار انهم هم يتعاونوا معانا وتخفيض السعر. هنتوجه على معالي السيد المحافظ عبد الحميد الهجان، بنقدم له الشكر من هنا برضه ان هو يساعدنا في تحديد منافذ معينه في كل مركز. المنافذ دي احنا هنجيب سعر الجمله بتكاليف النقل والمواصلات، وزي ما يتم تحديده هيتباع للمواطن ب 17 ب 20. نعم. على حسب السعر اللي هيتم تحديده يعني. نعم. وفي نهايه اللقاء اشكرك شكرا جزيلا لك يا استاذ وليد. والله سعدت بلقائكم جدا ممدوح بي وبقناتكم الموقره وتحياتي لحضراتكم جميعا، وشرفتونا وشرفتوا جنا كلها. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. اعزائي المشاهدين، وفي نهايه هذا اللقاء الشيق الممتع اتقدم اليكم جميعا بخالص الشكر والتحيه. سعدت بكم واتمنى ان اكون قد اسعدتكم، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله وأمنه في لقاء متجدد بإذن الله معنا ومعكم ومع النجم.